الله الهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المتقين وعلى آله وصحبه والداعين بدعوته إلى يوم الدين. المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات مسابقة معادن العامة لحفاظ كتاب الله عز وجل. حلقة هذه الليلة هي التصفيات النهائية في فئة العشرة أجزاء مع تحفة الأطفال. يطيب لنا في بدء هذه الحلقة أن نرحب بمشايخنا أعضاء لجنة التحكيم، الشيخ الحافظ يحيى أحمد الحليلي، الشيخ نجيب أحمد صالح العامري، الشيخ محمد حسن الريمي، الشيخ إسماعيل الكثيري، الشيخ مروان عبد الله الحرازي، والشيخ علي حسن المسوري. كما نرحب بالمتسابقين معنا في هذه الحلقة. يتفضل المتسابق الأول ليعرف بنفسه. أنا اسم محمد دماج محمد ناشوي، إقليم آزال. أهلا بك يا محمد. المتسابق الثاني. الرسم عبد المجيد محسن يحيى عسل علي، إقليم سبا. أهلا بك يا عبد المجيد. وإلى لجنة التحكيم. مرحبا بالبرعمين، مرحبا بالشبلين في هذه المسابقة وفي هذه التصفية النهائية، حيث وصل هذان النجمان حقيقة وتألق في المراحل السابقة حتى وصل إلى هذه المرحلة النهائية. وبالوصول إلى هذه المرحلة شهادة لهما بتميزهما جميعا، وشهادة لهما بالفوز عند الله أولا، ثم أمام لجنة التحكيم وأمام الجمهور. هم برعا في العشرة الأجزاء مع تحفة الأطفال وتألق أيما تألق. اليوم نقف مع مسك الختام، نختم هذا الفرع في هذه الليلة ليفوز أحدهما بالجائزة الأولى ويفوز الآخر بالجائزة الثانية، والكل فائز بالجائزة العظمى عند الله عندما يقال لهما اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يا محمد، اختر قرعة القرآن. كم الرقم؟ 14. قرعة التحفة 17. التحفة 4. شكرا يا محمد. عبد المجيد، اختر القرعة في القرآن وفي التحفة. أحسنت. وفي التحفة كم؟ شكرا شكرا عبد المجيد، تفضل. يتشرف بإلقاء أسئلة القرآن في هذه الليلة المباركة الشيخ مروان بن عبد الله بن محمد الحرازي، مسؤول التعليم في الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، عضو لجنة التحكيم، ويتولى توجيه أسئلة التحفة تحفة الأطفال الشيخ نجيب العامري، شيخ القراءات في جمعية معاذ العلمية. فليتفضل الجميع. نرحب بالمتسابقين معنا في هذه الليلة، محمد دماج وعبد المجيد محسن، ونتوجه بالسؤال الأول للمتسابق محمد دماج ليسمعنا من سورة الزمر من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها
كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر بما كانوا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا رجلا من مثلا رجلا ما ضرب الله مثلا رجلين قبل انت اللي تقامل بلغنا تمام ضرب الله مثلا رجل مثلا رجلين جعلنا لاحدهما ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ضرب الله مثل رجلا مثلا رجلا مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون أحسنت أحسنت يا محمد وبارك الله فيك ونتوجه بالسؤال للمتسابق عبد المجيد محسن لاسمع لنا من قول الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات والأرض ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين
انتبه انتبه. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أحسنت يا عبد المجيد، أحسنت وبارك الله فيك. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يكون الاختلاف الذي لا يفضي إلى الخلاف، فإذا جاء العلم أزال الخلاف والاختلاف إلا أن يوجد البغي في النفوس. أمتنا يهذبها كتاب ربها سبحانه وتعالى بأن تخرج من الخلاف والاختلاف إلى دائرة الاتفاق والوفاق، فنحن أمة واحدة لها رب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة ومصحف واحد، توحد المعبود سبحانه وتعالى ليتحد العابدون في ركب عبوديته. تحتاج أمتنا اليوم إلى مراجعة لنفسها وإلى صلتها بكتاب ربها، وهي تعيش هذا التمزق والتناحر والاختلاف حتى تستطيع أن تستعيد قوتها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نذهب الآن أعزائي المشاهدين إلى فاصل قصير. المشاهدون والمشاهدات، نعود الآن إلى لجنة التحكيم وإلى شيخنا الشيخ مروان الحرازي لاستكمال أسئلة المتسابقين. نعود إلى المتسابق محمد دماج في السؤال الأخير في هذه الليلة، لسمعنا من قول الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. أحسنت يا محمد، ونتوجه بالسؤال الأخير كذلك للمتسابق عبد المجيد من سورة القلم، من قوله تبارك وتعالى: سلهم أيهم بذلك زعيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. أحسنت وبارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد المجيد وبارك فيك يا محمد. من قصة يونس عليه السلام التي ختم بها المتسابق عبد المجيد تلاوته، مقارنة بسيطة بين هذه القصة وقصة موسى عليه السلام. يونس عليه السلام خالف مخالفة بسيطة لكنها في شأن الأنبياء عند الله عظيمة، فقد ترك مهمته قبل أن يؤذن له مللاً من قومه وذهب مغاضباً كما قال الله عز وجل. فأخذ بهذه المخالفة وألقي في اليم وابتلعه الحوت. وموسى عليه السلام وكز رجلاً فقتله وأخذ بلحية نبي مثله، وعدت له مجموعة مخالفات لم يعتب الله عليه فيها، لأنه كما يقول أحد علماء الإسلام الإمام ابن القيم وقف لله موقفاً في مواجهة ألد أعدائه فرعون. الوقوف في وجه الطغيان مكفر للسيئات والذنوب والمعاصي، وأمتنا اليوم مطالبة أن تعيش على منهج هذا الكتاب الذي يعلمها معاني الإباء والعزة والحرية، ويعلمها أن لا تقبل بفساد مفسد ولا بطغيان طاغ، وأن تصنع من هذه الأرض سماء تمتلئ وتضيء بالقيم وبالمبادئ والمثل وبالعدل والحرية والمساواة. فقرتنا التالية مشاهدينا الأعزاء هي إشراقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. صدق الله العظيم. مشاهدينا نعود الآن إلى لجنة التحكيم لاستكمال أسئلة المتسابقين في تحفة الأطفال ومع شيخنا الشيخ نجيب أحمد صالح العامري. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالمتسابقين عبد المجيد محسن ومحمد دماج ونبدأ المتسابق بسؤال المتسابق محمد دماج.
وسؤال تحفة الأطفال يقول: أكمل من قول الناظم رحمه الله. والرابع الإخفاء عند الفاضل. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا لتفي تقى ضع ظالما وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. أحسنت فتح الله عليك. وانتقل للمتسابق عبد المجيد محسن وسؤال تحفظ الأطفال يقول: ويجمع الفواتح الأربع عشر. أكمل. ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا كمن قطع كذا شهر. صله سحيرا. نعم. صله سحيرا من قطع كذا شهر. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. أبياته ند بدا لذو النهي تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. أحسنت فتح الله عليك عبد المجيد. بارك الله في المتسابقين وأحسن الله إليهما. ونحن في رمضان ومع نسائمه الربانية لا ننسى قضايا المسلمين، لا ننسى الأقصى وفلسطين. يا غباراً عجنته من دموعي يوم دكت جفونه بالسنابك، يا بعيداً ما بين جفني وجفني قم وإلا ذبحتني خلف بابك. يا غريباً ببابه عشت عمري بت أخشى تقول لي من أتى بك. أنت تدري بأنني منك لكن لي سؤال وخيفتي من جوابك. كيف أسلو ولم تزل مستباحاً كل يوم قضية لاغتصابك. المسجد الأقصى وفلسطين أيها المسلمون الصائمون يستغيث المسلمين ويستغيث العرب ونخوتهم وهمتهم، وقد مددوا قضاياهم أمام المحافل الدولية يستجدون منها حلاً لمعضلاتهم، وليس الحل سوى باتباع منهج هذا الكتاب الذي يدعو إلى استنفار الهمم والطاقات لإعادة المقدسات والمغتصبات. المشاهدون والمشاهدات، فقرتنا التالية هي السؤال الميداني في فقرة القرآن والناس. ما سكت الله عنه في التكليف فهو عفو، ولا يزال المتنطعون يشددون على أنفسهم حتى يشدد عليهم. ذكر الله في كتابه سابقة قضائية في قوم تعنتوا في السؤال فشدد الله عليهم. أعزائنا المشاهدين الكرام، في فقرتنا القرآن والناس تعالوا لنضع سؤال حلقتنا لهذه الليلة لنتعرف على قصة هؤلاء القوم وأين ذكرت في القرآن الكريم. قوم أمرهم الله سبحانه وتعالى بفعل شيء حتى يظهر الجاني المجرم، إلا أنهم تعنتوا في السؤال فشدد الله عليهم الطلب: من هم؟ وفي أي قصة ذكرت؟ وإيش الآية؟ الكهف. يقول الله تعالى على لسان موسى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاق. ممتاز. أعزائي المشاهدين الكرام، من هذا المكان وجدنا على إجابة لسؤال حلقتنا لهذه الليلة مع أخوينا. اسمك الكريم؟ محمد الشجاع. محمد الشجاع. وأخينا؟ موسى أحمد الصوفي. موسى أحمد الصوفي. وهم في الحقيقة يستحقون جائزة حلقة هذه الليلة مقدمة من معهد سيدز. مبروك عليكم الجائزة. قلبي منك سكينة لا تنتهي وشكاك العاطفة وارتوى الإشراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبابنا، نبدأ بتعريفكم. أخوكم إبراهيم علان علي، وحديثنا عن أدب العبودية مع رب العزة والجلال. والناس ينقسمون في هذا الأمر إلى قسمين: قسم يتحقق فيه أدب العبودية مع رب العزة والجلال، والقسم الآخر لا يتحقق فيه هذا المعنى، معنى أدب العبودية مع الله تبارك وتعالى. وقد ذكر لنا القرآن الكريم عن هذا القسم الثاني أو الصنف الثاني من بني إسرائيل، عندما أمرهم نبيهم عليه السلام أن يذبحوا بقرة طاعة لله تبارك وتعالى، فظهرت معاني قلة أدب العبودية لله تبارك وتعالى في سورة أسئلة تعنتية. قالوا لنبيهم: أتتخذنا هزوا؟ فقاله نبيهم: معاذ الله. قالوا: ما نوع هذه البقرة؟ والأصل أنهم يسلموا لهذا الأمر الرباني الذي جاء عن طريق نبيهم عليه السلام، وأن يذبحوا تلك البقرة. لكن بدأت الأسئلة التعنتية التي لا تدل على أدب مع الله ولا مع رسوله عليه السلام: ما هي؟ فقال لهم نبيهم: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. وأعطاهم سقف ومتسع من المساحة يستطيعون أن يحققوا بها هذا الأمر، لكن لتعنتهم وعدم أدبهم مع رب العزة والجلال كرروا السؤال مرة ثانية، وسألوا عن لونها: ما لونها؟ وإذا بالجواب يأتي: أنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وما كانوا يحتاجون إلى هذا الأمر لو أنهم تأدبوا مع رب العزة والجلال ونفذوا هذا الأمر الذي طلب منهم. ومع ذلك لم يكتفوا ولم يقفوا عند هذه الحالة، وإنما كرروا قلة الأدب مرة ثالثة، فقالوا: إن البقرة قد تشابه عليهم وهم لا يدرون هي بقرة ذلول أو ليست ذلول، تثير الأرض أو لا تثيرها، تسقي الحرث أو لا تسقي هذا الحرث. وجاء الأمر من عند رب العزة والجلال على أنها ليست ذلول، لا تسقي أرض ولا لا تحرث أرضا ولا تسقي زرعا. وفي النهاية جاءوا بذلك الأمر ونفذوا ذلك الفعل، وكأنهم لم يفعلوا من أمرهم شيئا. هذا بالنسبة نموذج لقلة الأدب في العبودية مع رب العزة والجلال. الصنف الثاني الذي تحقق فيه أدب العبودية لله تبارك وتعالى هم أولئك الذين تحققت فيهم معرفة الله عز وجل، وكثر علمهم بالله وبعظمة الله تبارك وتعالى، وكثرت خشيتهم لله تبارك وتعالى، فتحققت فيهم معاني العبودية وآداب العبودية لله تبارك وتعالى. وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان يمثل القمة في أدب العبودية مع ربه سبحانه وتعالى. يجمع له قومه النار، يجمع له قومه الحطب ويشعلون النار، وعظمت هذه النار، ويضعونه في منجنيق ليلقوا به في هذه النار،
ويعرض جبريل عليه خدماته: ألك حاجة؟ يقول: أما إليك فلا. ويضع حاجته بين يدي الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام يأمره الله تبارك وتعالى بذبح ابنه أدبا مع الله في عبوديته لله تبارك وتعالى، ينفذ هذا الأمر. إسماعيل عليه السلام يقول له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك، فيسلم لهذه الرؤيا لهذا الأمر أدبا في عبوديته مع رب العزة والجلال. وهكذا تتحقق عبودية العبد لله تبارك وتعالى عندما يكون عالما بعظمة الله تبارك وتعالى، تتحقق فيه خشية الله تبارك وتعالى، وتتحقق بالتالي أدب العبودية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها، ونكون مؤدبين مع ربنا جل وعلا. هذا، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المشاهدون والمشاهدات، نصل الآن إلى إعلان نتيجة المتسابقين في هذه الحلقة النهائية في فئة العشر أجزاء مع تحفة الأطفال، مع شيخنا الشيخ محمد حسن الريمي لإعلان النتيجة. بحمد الله تعالى أنهينا هذه المرحلة، وها نحن نقف على أعتابها لنودعها بإعلان الفائز الأول والفائز الثاني، فليس هناك مغلوب وليس هناك مهزوم، فالكل فائز. تصدر لنيل هذه الجائزة الأولى في هذه الليلة المباركة إقليم سبأ، ممثلا في محافظة الجوف في جمعية إقرأ الخيرية، في المتسابق عبد المجيد محسن يحيى العلي، حيث كان رصيده السابق أو حصل على رصيد سابق 191.20 بالمئة من 200 درجة، وفي هذه الليلة حصل على 95.90 من 100، مجموع رصيده السابق مع رصيده الحالي 287.10 بالمئة من 300 درجة. يستحق بهذا الجمع وبهذا الرصيد المتناهي المتألق الجائزة الأولى، ويليه بعد ذلك المتألق المبدع محمد دماج محمد الشويع، ممثل إقليم آزال أمانة العاصمة، الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. فرصيده السابق 186.95% من 200 درجة، ورصيده في هذه الليلة 94.30% من 100 الدرجة، مجموع رصيده السابق مع رصيده الحالي 281.25 الدرجة من 300 درجة. وبهذا التميز وبهذا الفوز عند الله أولا ثم أمام الجمهور وأمام لجنة التحكيم، يستحق محمد دماج محمد الشويع الجائزة الثانية في هذا الفرع، فرع مسابقة العشر الأجزاء مع حفظ تحفة الأطفال. نتمنى التوفيق للجميع. وفق الله الجميع، وبارك الله في المتسابقين، وبارك الله لأهلهما وذويهما. المتسابق الأول جائزته
المالية مقدمة من الهيئة العالمية 100,000 ريال، والمتسابق الثاني جائزته المالية 80,000 ريال مقدمة من الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، وحقيبتان مقدمتان من جمعية معاذ العلمية مع مصحفين إلكترونيين، مصحف لكل واحد من المتسابقين. يتفضل المتسابقان لاستلام جائزتيهما. جائزة المتسابق الأول عبد المجيد، مبلغ مالي 100,000 ريال كما قلنا من الهيئة العالمية، ومصحف إلكتروني مع حقيبة مقدمة من جمعية معاذ العلمية. والمتسابق الثاني جائزته 80,000 ريال مع مصحف إلكتروني وحقيبة مقدمة من جمعية معاذ العلمية. عودا إلى مكانكما. بارك الله في مشايخنا أعضاء لجنة التحكيم وفي المتسابقين، وبارك الله لنا ولكم في أيام وليالي شهر رمضان أيها المشاهدون الأعزاء. ختاماً نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.